السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم المايونيز، سلطة المايونيز، تمام، على الطريقة الستاندر، على الطريقة الصحيحة يعني، تمام، كما قال الكتاب. أول حاجة خليكم بقى معانا في معانا. المكونات، هنجيب بيضتين، تمام، هناخدوا منهم الصفار بس، هنحط عليهم معلقة مستردة، معلقة جبليل برشة فلفل أبيض، ملح، وهنبدأ نضرب دولت بمضرب ايه؟ مضرب السلك، تمام؟ دي يا جماعة الطريقة الستاندر بتاعته، تمام، اللي هي الطريقة الأصلية. هنا يا جماعة كنت ممكن أضربه في الخلاط، بس أنا بعمله يدوي، يعني إيه، بفضل إن هو يتعمل يدوي أحسن. الضربة يا جماعة في اتجاه واحد، ها، يعني مينفعش بقى مضرب كده هوت أقوم جاي مضرب كده هوت، لا، أنا بضرب كده واحد. هبدأ انزل بنص لتر الزيت بسرسوب، يلا. المهم طاوتين، هو لون دلوقتي لونه ايه؟ اصفر، صح؟ هنبدأ بقى ايه؟ نحط له الخل. هتلاقوا سحر دلوقتي يا جماعة حصل. نبدأ ننزل بالخل، يا رب اللي هينزل بالخل يجي بسرعة. نبدأ ننزل يا جماعة كده بالخل. يا جماعة ننزل عليها بنقطتين كده ليمون، تمام، شايفين يا جماعة؟ شايفين بقى لونه كان أصفر، بقى لونه إيه؟ أبيض. ده يا جماعة المايونيز الستاندر على الطريقة الفرنسية الصحيحة، تمام؟ طعم روعة روعة روعة، أحسن من اللي بتجيبوه بره بياما، لأن دي حاجة مخدومة وحاجة واخدة شغل عالي جدا جدا، تمام. ده بقى بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا، يعني بص المايونيز ده يعني أساس معانا، تمام. لو استفدت من الفيديو متنساش تعمل اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله. ادي شكلها يا جماعة،